بورت سيكيورتي. شو يعني بورت سيكيورتي؟ بورت سيكيورتي يعني ما في مكان بيقدر يوصل البي سي على السويتش او على اللوكال اريا نتورك الموجوده عندي تو جين اكسس. فاذا انا كيف بقدر امنع الراج بي سيز اللي بيكونوا سرقوا من عندي اي بي ادريس انهم يقدروا يفوتوا على اللوكال اريا نتورك؟ وي نيد تو بيرفورم بورت سيكيورتي. اول شغله لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار انه انا اذا كان السويتش عندي بيتالف من كتير بورتس ومستعمل بس قسم صغير منهم، لازم كل اللي مش عم بستعملهم اعمل لهم شت داون وطفيهم. هيدي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2، كمان لازم انا كل البورتات يلي انا عم بستعملهم قول هيدول البورتس ما بيشتغلوا الا بس مع البي سيز اللي هن تراست وورثي. كيف بقدر ميز البي سيز عن بعضهم؟ شو هو الاي دي نمبر يلي بخلي كل بي سي يتميز عن غيره بشكل انه هو ثابت وين ما راح هذا البي سي؟ هي الماك ادريس يلي هي الفيزيكال ادريس يلي بتجي مع النتورك انترفيس كارد. فاذا ستيب نمبر 1 بدنا نعملها، بدنا نطفي كل البورتات اللي ما عم نستعملهم مشان ما حدا يقدر يوصل البي سي او الراج بي سي عليه تو جين اكسس على النتورك تبعيتي. وتاني شغله، اي نيد تو سكيور البورتس اللي موصول عليهم تراست وورثي بي سيز. فاذا حفوت نحن على قلب السويتش اللي هو الاس دبليو 1 بالسي ال اي مود، نحن بدنا نبلش هلا نعمل كونفيجريشن. حسب ما مبين انا عندي هون بالكونفيك حروح وشوف انه في عندي الفاست ايثرنت ال1 وال2 وال3 انا مستعملهم، اما من ال4 لحديد ال24 ماني واصل عليهم ولا شيء، والجيج 01 وال02 كمان مش مستعملهم. فاذا نحن اول شغله بدنا نعملها بدنا نفوت على الانيبل، بعدين بدنا نقول له كونفتي اند ليتس بيجن اور كونفيجريشن. نحن بنعرف وقت ما بنشيل نحن السويتش من قلب الباكج تبعيته يوجوالي بيكون باي ديفولت كل البورتات اسايند على شغله نحن بنسميها فيلان 1 باي ديفولت. يعني هذه المعلومه عند الجميع معروفه. شو يعني VLAN 1؟ حنفسر بعدين بالفيديوز اللي جايين بعدين. ولكن أنا تقدر أحمي حالي أكتر، We will create a new VLAN وحنعمل لها اسم نسميها Not Used، إنه هيدي VLAN أنا حعمل لها Creation وسميها Not Used، وأرجع أعمل Assignment لكل البورت على Not Used VLAN. ليش؟ هيك بيصير الهاكر إذا بده يحاول يعمل شيء من الأيام Access أو إذا بيوم من الأيام نسيته مضويين ما حيقدر يتخيل شو هي VLAN اللي أنا عم بستعملها. To create a VLAN بالGlobal Configuration Mode حسمي VLAN 99. ليش عم نكتب هيك؟ حنشرح بعدين بالتشابترز الباقيين. حاعطيها نيم حسميها not used كلها capital letters، فينا نسميها شو ما بدنا، وبعدين حارجع اعمل exit. وهلا بدنا نفوت على كل البورتس اللي انا مش عم بستعملهم بدي احولهم لاكسس بورت. شو معناتها اكسس بورت؟ كمان حنرجع نشرحها، يلي هو اضعف مود بيكون فيها البورت بشكل عام بالسويتش، يلي اقوى بيكون هو طبعا دايناميك. شو معناتها دايناميك؟ بنحكي عنه كمان بعدين. بدي احطهم على الفيلا 99 اللي عملت لها كرييشن وبدي اعمل لهم شت داون. فاذا حقله هالمره انترفيس، ولكن بدي رينج لاني بدي اختارهم كلهم ضربه واحده. فاست ايثرنت 0 سلاش بدي بلش من الرابع لانه الثالث عم بستعمله لحديد ال 24 وبعمل انتر. اول شغله بدي احولهم لاكسس. فاذا سويتش بورت المود لازم تكون اكسس. فاذا سويتش بورت مود اكسس. ثاني ستيب بدي احطهم على فيلا 99 اللي عملت لها كرييشن. سويتش بورت اكسس هالمره الفيلان يلي بدي اياها بدي اقول له بدي 99، وبعد ما انا احطهم بدي اقول له هالمره شت داون طفي لي هني، لانه باي ديفولت البورتات اللي بيجوا مع السويتش وقت ما انا بدور السويتش بيكونوا كلياتهم اون باي ديفولت. انتر طفي لي هون كلياتهم، برجع بعمل اكزيت، برجع بعمل دو رايت. اكيد هلا بيبقى عندي البورت اللي هن الجيجا ايثرنت. فاذا انترفيس طالما انا كمان مش عم بستعملهم حقول له كمان رينج، حاختارهم اثنيناتهم مع بعض، الجيجا ايثرنت 0/1-2 اثنيناتهم مع بعض. سويتش بورت اول شيء المود لازم تكون اكسس، بعدين نحن بدنا نقول له سويتش بورت اكسس هالمره على اي فيلان، كمان فيلان 99 اللي هي نوت يوزد، وبنقول له شت داون، وبنرجع بنعمل اكزيت، وبنرجع بنقول له دو رايت تنعمل سيف. هلا وي نيد تو ابلاي بورت سكيورتي. شو معناتها؟ ما حدا بحق له يفوت على البورتات اللي هن اكتف الا البي سي يلي مسمح له. على اي اساس بنسمح له؟ على الايدنتيفاير اللي هو الماك ادريس. فاذا بس بي سي 1 بيقدر يحكي مع فاست ايثرنت 01، والبي سي 2 مع الفاست ايثرنت 2، والثالث مع الثالث. فاذا ليتس دو ذا كونفيجريشن يلي بنسميها بورت سكيورتي. فاذا تنقدر نعمل كونفيجريشن، في عندي ثلاثه فايوليشن مود. يا اما انا بدي خلي هدول البورتات يطفوا اوتوماتيكلي اذا صار في عندي فايوليشن، او يعملوا ريستريكشن، او يعملوا بروتكشن. شرحني هون قبل شوي بقلب الكور. فاذا تنقدر نحن بنعمل هدول الفايوليشن مود، يلي حيصير حنفوت على قلب السويتش، حفوت على قلب الاس دبليو 1 حقول له بدي هالمره انترفيس رينج، ولكن بدي استعمل من الفاست ايثرنت 0/1-3 اول ثلاثه. شو بدنا نعمل؟ هيدول الثلاثة بورتس أول شيء لازم يكونوا أكسس. سويتش بورت مود أكسس. ليش مود أكسس؟ لأنه هيدي المود بتشتغل بس إذا كنت عم بوصل هوست على قلب هيدا البورت. فإذا حطيناها أكسس. تاني وحدة we need to enable the port security. فإذا بقول له سويتش بورت هالمرة بقول له بورت
سيكيورتي وبعمل انتر بهيدي الطريقة انا بكون عملت انيبل للبورت سيكيورتي. كيف بدك تكون الماك ادرس اكوزيشن؟ في عندي طريقتين، يا اما انت بتعطيه الماك ادرس اكزاكتلي مثل ما انا موجودة، بيصير هو بيحفظها عنده، واذا انت عملت ريستارت للسويتش بيرجع بيعمل فاليديشن عليها نفسها ذاتها، او بتقوله للسويتش بس انت تدور اول ماك ادرس بتبين عندك خدها وحفظها عندك، اذا تغيرت فاذا اوتوماتيكلي يعمل فايوليشن. هيدي الطريقه نحن بنسميها ستيكي. وي ويل بي يوزينج ذا ستيكي مود بس تنقدر نحن نعمل ابلكيشن على ثلاثتهم مع بعض، لانه نحن اذا عملنا ابلكيشن على الرينج على ماك ادرس وحده فبصير الثاني بيفرق والثالث بيفرق، حيعملوا فايوليشن. So we will be using the sticky mode. بس أكيد نحنا فينا بنرجع للمود يلي بدنا إياها. فإذا أنت استعمل المود switch port port security again، هالمرة الماك ادرس أنت كيف بدك الأكوزيشن تكون، بدي إياها تكون sticky، يعني أول وحدة أنت طلقتها حطها عندك. طيب كم وحدة بدك تسمح له أنه يغير؟ وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أنا هون عندي PC واحد، فإذا حقل له هالمرة switch port كذلك الأمر port security، وهالمرة بدي قل له الماكسيموم نمبر لازم يكون only one single PC موصول على هيدا البورت. طيب شو الفيوليشن؟ switch port port security هالمرة الفيوليشن شو بدك يعمل؟ في عندك ثلاثة، يا أما protect يا أما restrict يا أما shutdown. طبعا شو بيفرقوا عن بعض؟ البروتكت تعملي بروتكشن against any violated computers، يعني بمعنى تاني اذا كان انا في عندي هيدا الكمبيوتر يلي هو عبارة عن راج بي سي حاول انه يعمل communication، automatically السويتش او البورت بيعمل dropping للفريمز دغري right away. اما الستريكت كذلك الامر بتعمل dropping للفريمز ولكن بتبعت لي message مشان تعمل indication انه في عندي violation has occurred. اما بالنسبة للشتداون، الشتداون طبعا بتعمل complete shutdown for the port وما بتمرق ولا نوع من انواع الترافيك. انا بدي اياك اوتوماتيكلي اذا صار في فايوليشن تعمل شت داون، فاذا حقول له انتر بعدين بعمل اكزيت بعدين برجع بعمل دو رايت، وهيك بكون انا عملت كونفيجريشن للبورت سيكيورتي على ثلاثه بورتس. طفينا كل البورتات اللي مش لازمين وعملنا سيكيورتي على البورتات يلي انا عم بستعملهم. خلونا نشوف اذا صار في عندي راج بي سي شو ممكن يصير. فاذا حاجي انا هلا على اللاين الموجود عندي من هون حنقطش هيدا اللاين، اوتوماتيكلي نحن شو حنقول؟ حنقول انه انا في عندي هيدا الراج بي سي استعمل الاي بي ادريس تبعت البي سي 1 وبده يعمل اكسس. فاذا حروح اختار من الفاست ايثرنت للبي سي وحاختار كمان على الفاست ايثرنت 01. حلاحظ انه انا هيدا اللينك طالما انه قصة ما صار بالفوروردنج ستيت حيضل ضاوي عندي اورنج، يعني عم بيحاول يتعرف على البي سي اللي موجود عندي هون تو بوبوليت ذا ماك ادريس بقلب السويتش. ولكن تيعمل شت داون حنجرب نعمل نحن بينج، حنروح من بي سي اللي هو الراج على بي سي 2 automatically صار اللينك شت داون، so my network is now secured. Moreover اذا بدك ترجع ترجع الامور لطبيعتها حنجي نحن هلا نشيل هيدا اللينك وحنرجع ببساطه نرجع نقول له انا اللي بدي اياه هلا بدي ارجع اختار straight through cable واطلع من البي سي من هون وصول على السويتش اللي عندي الفاست ايثرنت 01 حيضل شت داون. تنقدر نظبطها بدنا نضطر نفوت على قلب الانترفيس الفاست ايثرنت 0/1 نعمل انتر ونقول له هالمره شت داون نطفيه ونرجع منقول له كمان نو شت داون، بنرجع نضويه من اول وجديد تيرجع يمشي الحال. واكيد انا فوق بيكون باين عندي شوي باللوجز اللي بين هون انه في عندي حدا ببين انه صار في عندي مشكله يلي هي انه صار في عندي فايوليشن. هلا اذا برجع للتوبولوجي بيرجع بيعمل فيريفيكيشن بمجرد ما صار عندي بالفوروردنج ستيت، ناو ات ويل فانكشن بروبرلي. اذا برجع بعمل بينج من هيدا البي سي لهيدا البي سي ما عندي ولا اي بروبلم.